السلام عليكم، انا اليوم مع السي حسن السمغوني في الواشنطن كوليج اوف لو هنايا، حيت كاين واحد المحاضره على الاعلام بين الولايات المتحده الامريكيه والمغرب. السي حسن السمغوني، انت قديم في امريكان وفي هذه الجهه ديال واشنطن، شحال عام انت هنايا؟ وهذه تقريبا فوق 30 سنه وانا في الولايات المتحده، بالخصوص في مدينه واشنطن. الوقت اللي جيت من المغرب وانا في هذه المدينه الكريمه، شفنا فيها عدد كبير من الاشخاص. من هذه الزياره ديالك هي من الزيارات اللي تتزاد الرصيد ديال الزيارات ديال عدد كبير ديال الفعاليات اللي هي كانت مسؤوله في المغرب، منها من مجال الرياضيين، مجال الصحفيين. ولكن انت يا سي سمغوني، هضرنا على راسك. يعني انا رئيس نادي واشنطن المغربي الامريكي، اللي هو الان في 25 سنه ديالو. هو نادي اللي شامل للثقافه المغربيه والرياضة والمجال السياسي والمجال الجمعوي. تنعملوا كل ما في الطاقة ديالنا على أساس أنه المغرب يكون حاضر في هذه المدينة اللي هي مدينة القرار، اللي تنعتبرها أنها خلتنا وتعلمنا في الأزقة ديالها، ما بين الأزقة ديالها تعلمنا شنو هي السياسة وشنو هي الدفاع عن الوطن. دونك يلا قرنا بين تيفوقش وانت هنا في أمريكان شحال بعام؟ في الثمانينات. انت اوائل الثمانينات. يلا بين اوائل الثمانينات ودابا احنا في 2016، وتغيرت يعني الواقع ديال الجاليه المغربيه هنا. والواقع الجاليه انا دابا واش تغير من حسن الى احسن ولا من حسن الى اسوء؟ كانت اولا قبل كل شيء بدون هو ان كانت عندنا نخبه في انذاك، كان عدد قليل من الجاليه المغربيه، كان موظفين ديال الورد بانك، ديال السفارات، ديال الدبلوماسيين. ولكن الان من بعد فتره ديال لا لوتري وكذا كبرات الجاليه، وهذا كله تنفع لانه الجاليه الان ولا عندها واحد. واش هذه الجاليه فيها شي نفع هنا في امريكا ولا لا؟ واش فيها الخير؟ وفيها الخير بالنسبه لي انها تتبقى تتواصل مع بلادها، الجاليه انها تتواصل مع بلادها، والجاليه تتقلب على عيش افضل، الجاليه تتقلب على الان ولا واحد نوع من التماسك بين الجاليه، وراه الدوله اللي تتعكس على المجتمع، وتظهر لي ان اختيارهم لمدينه واشنطن اختيار صائب، وتظهر لي على ان كل واحد كيف ما بغى يصوب المستقبل ديالو في هذه البلاد يمكن له صوبه. ولكن يعني شويه غاليه المعيشه في امريكان؟ لا، ونسبيا بالنسبه للدخل تتكون المعيشه انها متوسطه يعني، وكاين مناطق اللي هي اقل كلفه على مناطق اخرى اللي هي غاليه. كلمه الجاليه؟ والجاليه انه الله الوطن الملك. وكلمه المغاربه اللي في المغرب كيسمعونا؟ والمغاربه مرحبا بكم، واجيو لواشنطن فوق ما بغيتوا، راه اجيو لواشنطن، مرحبا بكم. سي حسن السمغوني، شكرا. شكرا جزيلا، بارك الله بكم.